اهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي ساتحدث فيه عن تجربه شخصيه ومفاجاه ساعلنها في هذا الفيديو الموضوع يتعلق بي شخصيا الوالد والوالده فهموني على مدى عمري اني عربي قح الوالد من منطقه تسمى الرحامنا في المغرب رحماني ويقول بانه شريف وانه عربي هكذا قال له والده هكذا قال جده وهكذا من جيل إلى جيل الوالدة أيضا من منطقة دكالة وقالت بأنها عربية وهكذا من أبيها عن جدها عن جد جدها وهكذا من جيل إلى جيل تناقلوا أنهم عرب ومن أصول عربية طبعا الرواية التاريخية في المغرب ايضا مشكوك فيها ان الامازيغ سكان اصليون ودخل العرب وكانوا يسكنون مناطق كثيره طبعا فيها بعض الصحه لكن ليس كل من يتحدث اللغه العربيه هو من اصول عربيه المهم في هذه الحلقه انا ساعلن عن مفاجاه الدي ان تيست الدي تيست هي وسيله نتحقق بها عن طريق العلم من اصولنا نكشف عن اصولنا كم هي النسبه من الجانب كذا او الجانب كذا بحسب انتماءاتنا كل شخص يمكنه ان يقوم بهذا بهذه التجربه انا شخصيا يعني قمت ب زيارة لأحد المواقع اسمه 23 إند مي يعني 23 وأنا وطبعا هذا الموقع ممكن تشوفوه أنا أخذت هذا الـ هذا الـ يعني الأوبشن الـ 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 أو هذا الخيار لـ 99 دولار يعني ممكن تاخذ خيارات أخرى فيها الصحة وفيها تعرف يعني بحسب المبلغ الذي تقدمه يتم عرض خدمات اخرى عليك، وطبعا انا اخترت الارخص وقمت بارسال يعني تحط لعابك في كيت يبعثون يعني صندوق صغير أو علبة صغيرة وتضع فيها اللعاب وتبعته وتنتظر أسابيع ويصلك وتنزل تطبيق على الآيفون أو حتى لو عندك أندرويد وتنتظر بعض الأسابيع ثم يصلك إيميل وتجد النتيجة على التطبيق طبعا المفاجأة أنه وجدت أني 94% أنا من أصول يقولون نورث أفريكان 94 نورث أفريكان ومعناها أني أمازيغي ب 94% Your DNA suggests you are 94% North African with ancestry from five other populations لما يقولوا 94% هذا معناه أنه تقريبا تقريبا أنت بمئة بالمئة من هذه الأصول أربعة وتسعين في أمازيغي لاحظوا أنه الوالد لم يكذب عليها هكذا فهم من والده والوالدة لم تكذب عليها هكذا فهمت من أبويها والقضية استمرت خلينا نشوف بعض المعطيات قبل أن أحلل القصة كلها Uh, ايضا في هذا يعني في هذا النص your DNA suggests that you are 94% of your ancestry is North African يعني انا شمال افريقي او بالاحرى شمال افريقي تطلق على الامازيغ وطبعا uh, خلينا نشوفها بتدقيق uh, اكثر أنا من أصول ترجع إلى سوس ماسا أو تيزي أوزو بروفنس وهذه المناطق يعني هي مليئة بالأمازيغ يعني سوس ماسا أمازيغية وتيزي أوزو أيضا أمازيغية 94% فين بقية الـ الـ يعني النسب بقية النسب سنجدها هنا

من أصول عربية لاحظوا أنه يقولون لي أن أصولي عربية 100% طلعت 0.2% وهذه النسبة لا يعد بها إطلاقا لا تدخل في النسب لأنه قليلة جدا ليس لها أي اعتبار 0.1% قبطي 0.1% طبعا برادلي ارب يعني بصفه عام عربي مصري شامي يعني دي فاصلة واحد فاصلة أربعة ومن آسيا الغربية وشمال افريقيا واحد فاصلة أربعة من بعض بلدان الشمال الافريقي فالنسبة الافريقية لو قسمناها في افريقيا الغربية واحد فاصلة واحد غينيا والسنغال وغامبيا 0.5 يعني أنا ممكن أكون سنغالي ومن من غينيا أكثر مما أكون عربي، ونيجيري ممكن أكون نيجيري أكثر مما أكون عربي، فإذا هذه النسب هي ضئيلة جدا لا يعد بها، وطبعا النسبة الكبيرة جدا كما رأينا هي 94% أمازيغي، طبعا أنا فرحت جدا بهذه النتيجه لان الان استطيع حتى لو لم اكن اتحدث اللغه الامازيغيه اعرف بعض الكلمات لكني سعيد وفخور اني امازيغي ويعني انا اشكر يعني الكثير من الامازيغ اللي كانوا يتواصلوا معايا الان استطيع ان اؤكد اني من دمكم ولحمكم، كنت اعتقد اني عربي، كنت اعتقد اني من الذين دخلوا في القرن السابع وغزوا المغرب، طبعا سكان المغرب هم امازيغ احرار ودخل العرب مع الغزو العربي الاسلامي لشمال افريقيا. طيب ماذا نستنتج من هذه القصه؟ نستنتج ان ابائنا واجدادنا كانوا يعتنقون أديان متعددة وبالأخص المسيحية كان غالبية شمال افريقيا غالبيتها مسيحيون وطبعا لما دخل المسلمون العرب كما يقول ابن خلدون انه اجبروهم بالسيف على اعتناق الإسلام وارتد الأمازيغ 12 مرة في تاريخهم. والأمازيغ كانوا متقدمين على الشعوب الإسلامية. يكفي انه كانت لديهم قائدة التي يسميها العرب الكاهنة وكانت ولحد الآن المسلمون لديهم نص يقول لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة فالأمازيغ كانوا متقدمين جدا على العرب وعلى المسلمين أباءنا تم إجبارهم على الإسلام وتم إجبارهم على تعلم اللغة العربية لأن لغة القرآن الله لا يقبل الصلاة إلا باللغة العربية ولا يقبل قراءة القرآن إلا باللغة العربية ولازم تحفظ بعض الصور وبعض الآيات باللغة العربية ولما تم إجبار أجدادنا على تغيير لسانهم أكيد أنه كانوا يتعرضون لمضايقات كثيرة فالأجداد قالوا لل أو الآباء قالوا للأبناء أنتم عرب وهكذا صارت التغيير ينتقل من جيل لجيل طبعا والذي وصل لنا أني أنا عربي تنكروا لتاريخهم مش, مش بالإرادة لكن تحت السيف يكفي أن أن حين كان يرتد الأمازيغ عن الثقافة العربية والثقافة الإسلامية ويرفضونها كان يتم كل مرة غزوهم وإتخان السيف فيهم وكان يؤخذ نساؤهم سبايا وكان يؤخذ الأطفال أيضا عبيد ويؤخذون للخلافة يكفي أن نعرف أن موسى بن نصير أكثر واحد سبا في التاريخ الإسلامي كما يقول ابن خلدون أنه بعث 120 ألف رأس إلى الخليفة أشياء يندى لها الجبين الان انا احس بالاسى على اجداد الامازيغ الذين تعرضوا لهذا الظلم وايضا احس باني يعني تم اسلمت وتعريب هذه الثقافه العظيمه ثقافه الامازيغ نحن اذا في آآ نشهد آآ يعني آآ نوع من التزوير نوع من التغيير تغيير التاريخ تغيير كل شيء وتم حتى تم تدريس هذه الامور في المدرسه لنا انا كتبت قصيده لما عرفت اصولي الامازيغيه واهديها لكل امازيغي حر معنى امازيغ الإنسان الحر إمازيغن الإنسان الحر فنحن أناس أحرار ولا نردخ لأي شيء قلت في هذه القصيدة في درس التاريخ القديم كتب المعربون أن أبناء مازيغ هم سكان المغرب الأقدمون نقطة وباقي التاريخ ملأه العرب والمسلمون طمروا كل تاريخنا وعلى جثته قاموا يصلون لعنوا كسيلة والملك دهية ومجدوا عقبة الملعون دفنوا أغسطين الفيلسوف وأحيوا موسى المجنون أقبروا ترتليان القديس وتغنوا بطارق المغبون زوروا تاريخنا كله فالتاريخ حتماً يزوره المنتصرون. من قتل أجدادنا وعرب لسانهم أيها المؤرخون. من سبى بناتنا وبعثهم جواري للخليفة المأبون. من استرق أبناءنا وجعلهم عبيدا لأجله يحاربون. من منع لغتنا وسلب أرضنا وخيراتنا أيها المتدينون. اشهدوا أننا لسنا برابرة بل هم الغزاة المتوحشون نحن أبناء مازيغ الأحرار في أرضنا ولو كره الكارهون عاش الأمازيغ أحرارا أينما كانوا لا عاش المجرمون أهدي هذه القصيدة إلى كل أمازيغ وأمازيغية حرة وحر واتمنى ان تكون هذه المفاجاه سعيده للجميع طلعت امازيغي قح بنسبه 94% وانا فخور بهذه النتيجه انصح اي واحد لديه هذه القدره يذهب الى الموقع 23 and me في مواقع اخرى لكن انا اخترت هذا لانه قرات عليه ريفيوهات اه قرات عليه ريفيوهات جميله وكانت هذه الريفيوهات تشهد لي يعني ان هذا الموقع موثوق به والنتائج الاتيه منه نتائج جيده اذا القاكم في فيديو اخر والى اللقاء الى اللقاء في فيديو اخر